مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. 9 صباحا بتوقيت مكه المكرمه، موجز الاخبار، اهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود برقيه عزاء ومواساه لجلاله السلطان حاج حسن البلقي سلطان بروناي دار السلام في وفاه نجله الامير عبد العظيم رحمه الله. وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة نجلكم الأمير عبد العظيم رحمه الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب بروناي دار السلام الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان حاج حسن البلقي سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله الأمير عبد العظيم رحمه الله. وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة نجلكم الأمير عبد العظيم رحمه الله، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلنا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهورية غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية إستونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي إستونيا. وأشادت الوزارة بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ولله الحمد صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. أوضحت وزارة الحج والعمرة ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة، وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد القادم بإذن الله. وأكدت الوزارة أن المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية، كما تحرص المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا. وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، حيث جرى التنسيق مع الناقل الوطني السعودي بل الناقل الوطني الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية. هذا كل ما لدينا مشاهدينا الكرام، نشكر لكم كريم المتابعة، في أمان الله.